أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لتجمع البريكس مشيرا إليه باعتباره محفلا تتنامى مكانته على الساحة الدولية يوما بعد يوم. بالنظر إلى حجم اقتصادات دوله التي تمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وخلال مشاركته عبر فيديو كونفرنس في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار البريكس بلس، أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر وسعادتها بالانضمام في ديسمبر 2021 إلى عضوية بنك التنمية الجديد، والذي يمكن أن يسهم من خلال الأدوات المالية التي يقدمها في زيادة التفاعل بين دول البريكس وغيرها من الدول النامية غير الأعضاء في التجمع. أعرب عن تقديري لتجمع البريكس، هذا المحفل الذي تتنامى مكانته على الساحة الدولية يوما بعد يوم، بالنظر إلى حجم اقتصادات دولية التي تمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، إلى جانب ثقلها في المحافل الدولية السياسية منها والاقتصادية، ودورها البارز في تعزيز التعاون بين دول الجنوب. كما أود أن أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن خالص تقدير مصر لمبادرة التنمية العالمية التي طرحتها دولة الصين الصديقة بهدف إعادة التركيز على قضايا التنمية. من خلال تنشيط التعاون التنموي الدولي، أود أيضا أن أعرب عن تقدير مصر وسعادتها بالانضمام في ديسمبر 2021 إلى عضوية بنك التنمية الجديد، والذي يمكن أن يسهم من خلال الأدوات المالية التي يقدمها في زيادة التفاعل بين دول البريكس وغيرها من دول النامية غير الأعضاء في التجمع.